السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو اليوم. اليوم الفيديو شوية مختلف لأنه تصوير بالموبايل، لأنه حبينا أنه نعرض لكم التطبيق الجديد اللي أصدرته كلارفيت أناليتكس، اللي هو ويب أوف ساينس، اللي هو اسمه ماي ريسيرش أسيستنت. إن شاء الله رابط التنزيل بالنسبة لهواتف الآيفون وكذلك بالنسبة لهواتف الأندرويد أخلي أسفل الفيديو. طبعا هاي الواجهة الرئيسية للتطبيق. طبعا أكيد أنه لازم أنه ندخل عن طريق مالتنا الحساب، اللي هو نفس الحساب اللي ندخل به بالويب أوف ساينس، ندخل به بالبابلونز، وكذلك ممكن نسوي ريجستريشن، لازم يكون عندنا حساب. هذه الواجهة الرئيسية للبرنامج. طبعا الواجهه الهدف من هذا من اطلاق هذا التطبيق انه الويب اوف ساينس رادوا يسهلون عمليه البحث عن شغلتي، البحث عن المجلات وكذلك البحث على المقالات المنشوره. فاكيد رح نذهب على ثاني وحده اللي هي سيرش، وتلاحظون بالاعلى اكو نوعين من البحث، اكو بحث عن دوكيومنتس واكو بحث عن جورنالز. رح اراويكم مثلا هنا نقدر نتاكد انه المجلات اللي موجوده في الويب اوف ساينس. نضغط على البحث، مثل ما تلاحظون انه هنا نقدر نبحث عن طريق اسم المجله او الاي اس اس ان مال المجله، واكيد عندهم الفلاتر. الفلاتر شنو هي؟ انه ممكن احنا نختار فقط اللي بيها مثلا الساينس سايتيشن اندكس اكسباندد، اوكي، اللي هي بها الامباكت فاكتور. مثل ما تعرفون اخر وحده الامرجنج سورس سايتيشن اندكس هي ما بها امباكت فاكتور. كذلك اكو الكرنت كونتنت اللي هي مثلا ماده معينه احنا ندور عليها، موضوع معين، واكو الاذرز اللي هي كذلك بالنسبه لقواعد البيانات الاخرى الموجوده في الويب اوف ساينس. كذلك ممكن انه نختار انه فقط المجلات الموجوده بالدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنال الدوج، وكذلك اخر اختيار هو انه موجوده بال 2020 جورنال سايتيشن ريبورت. ملاحظه مهمه انه المجلات اللي موجوده بال جي سي ار اللي هو جورنال سايتيشن ريبورت، يعني معناها مجلات بها امباكت فاكتور، بها معامل تاثير، وهاي في سنه 2020. فممكن انه نبحث عن اي مجله. كتبت لي مثلا Journal of Public Health، طبعا تلاحظون هاي المجلات اللي بها بالاسم Public Health. فقط نضغط على ال View Journal Profile. رح نلاحظ الان انه الويب سايت، الببلشر، ايش وقت اول مره نشرت، الايشو بيرير، الكونتري، طبعا البرايمري لانجوج هي الانجليش، وانه هنا موجوده بالساينس سايتيشن اندكس اكسباندد، يعني بها امباكت فاكتور، يعطيك كل قواعد البيانات الموجوده بها. طبعا هنا يعطيك ايضا حتى يعني ما هل عندهم بارتنرز ويا بابلونز يو لا، والمعلومات كامله على المجله تكون موجوده هنا. الشغله الاخرى الحلوه بهذا التطبيق هو البحث عن دوكيومنتس. مثلا انا اريد اسوي ابحث عن مقالات عن موضوع معين، مثلا انا لحقت مثلا موضوع اللي هو الاوبيزيتي، مثلا اوبيزيتي ان ايراك. حسوي السيرش، تلاحظون طلعت لنا 67 نتيجة للبحث. نلاحظ انه مثلا على مواضيع انه لها علاقة بالاوبيزيتي بالعراق موجودة كلها. مثلا هذا الثاني ندخل عليه View Document Records، فيقول لنا انه وين منشور، مات الدي او اي، الببلشر، يعطينا الابستراكت كامله. هذا كلش يفيد هذا التطبيق انه للطلاب، سواء دراسات اوليه دراسات عليا، يسوون ابحاث الان ممكن انه يبحثون عن موضوع معين، سهوله البحث، وكذلك انه الـ ممكن انه نخزن البحث مالتنا، اوكي، ينخزن البحث. طبعا هنا اشوف انه الدوكيمنت انفورميشن، الابستراكت، الاوثرز، حتى ممكن نضغط على الاوثر حتى لان انه اسم الاوثرز، كلها تكون موجوده هذه التفاصيل. وممكن انه لقينا فد مقاله مهمه احنا نريد، هاي ممكن انه شنو، ممكن انه نسوي لها شير مع اصدقائنا انه هذا الموضوع مهم، شوف هاي المقاله موجوده. هاي المقالات هي كلها شنو موجوده بالويب اوف ساينس اللي هو الكلارفيت اناليتكس، تابع لشركه كلارفيت اناليتكس. هاي طبعا الريدنج ليست، اذا انه اني ضفتها للريدنج ليست حتلاحظوها انه تكون تحت هذا الخانه اللي هي ريدنج ليست. وهي طبعا الاكونتس اللي بها الفيدباك وبها الاباوت وهيلب اذا احتاجت اي مساعده، وهاي الهوم هي الرئيسيه. فمثل ما قلت طبعا هنا اكيد اكو
النيو سيرش هاي موجودة هنا، ومثل ما قلت بالسيرش نقدر نبحث عن شغلتين، نقدر نبحث عن الدوكيومنتس ونقدر نبحث على الجورنالز. فأتمنى إن شاء الله هذا الفيديو فاتكم وهذا التطبيق يفيدكم في بحياتكم اليومية والتطبيقات العملية. إذا حبيتوا تستفسرون عن مجلة تقدرون تعرفون مباشرة إن المجلة موجودة بالويب أوف ساينس أو لا، وإذا كذلك إذا حبيتوا تبحثون عن مقالة معينة في موضوع معين هل هي موجودة في الويب أوف ساينس أو مو موجودة. شكرا جزيلا لحضراتكم.